سبحان الله نظرة الأولياء غير، ويغمضون عينهم ولهم حسبات ولهم تفكير في الملك والملكوت. قال والد سيد وساج سيد أحمد رفاعي يقول يا ابني خالد أنا شايل هلا هم الأمة. سبحان الله، فهما يعني صور الوالد فيها يعني صور تكون روحانية. سبحان الله، وحلوة ونظرات. يا رب يا رب، إن احنا في ناس أولياء شيخ منه فيها أدبوا بالعين، صحيح؟ مدد الوالد سيد يوسف الرفاعي لها معاني، بس اللي يعرف مدد.